بسم الله الرحمن الرحيم. بالأمس نزل نظام الـ iOS 13.3 واللي وفر 5 مميزات جديدة مع الكثير من إصلاح المشاكل، وإن شاء الله في هذه السنابات راح أستعرض معكم مميزات النظام اللي صدر أمس. أول ميزة واللي كثير من الناس كانوا ينتظرها، أنه الآن في نظام الـ iOS 13 لما الآن تختار الإيموجي فراح تطلع لك الستيكر هذه. ففي ناس ما يحب الستيكر هذه، يعني ما يحب أنه يستخدمها وحاب أنه يلغيها، فكل اللي عليه أنه يروح للإعدادات وبعدين يدخل على عام وبعدين يدخل على لوحة المفاتيح وبعدين ينزل تحت وفي حاجة اسمها ملصقات ميموجي. فمجرد انك تعطل هذا الخيار، الآن لو جيت رجعت الآن واخترت الإيموجي فراح تظهر لك الإيموجي فقط بدون استيكر. فالناس اللي حابين يلغونها، هذه هي الطريقة الآن لإلغائها من داخل النظام في نظام الـ iOS 13.3. الميزة الثانية تنفع للناس اللي عندهم أطفال، فأضافت أبل أنه تقدر تحدد الآن لو كان مع أطفالك آيفون تقدر تحدد من يتصلون فيه. فلا لو دخلت على مدة استخدام الجهاز وبعدين دخلت على حدود التواصل، فالآن أثناء مدة الاستخدام اللي مسموح بها أو أثناء التوقف تقدر تحدد وش الأرقام اللي يكلمونها. فعلى سبيل المثال لو دخلت الآن على أثناء وقت التوقف ممكن أنك تحدد أنهم يتصلون بكل أحد أو فقط جهات اتصال محددة. فالآن راح تقدر انك تضغط على اضافه جهات اتصال وراح تقدر تحدد فقط اشخاص او ارقام معينه هم اللي يقدرون يتصلون فيها. الميزه الثالثه واللي انا شخصيا كنت انتظرها من زمان، انه الان لما تيجي تفتح فيديو في البوم الصور وتضغط على تحرير، فالان مثلا بقص جزء من الفيديو هذا، بختار بس الجزء هذا. فاللي راح يصير الان انه انا مجرد اني اضغط على تم فراح يعطيني خيارين، انه حفظ الفيديو يعني كتغييرات على الفيديو الأصلي أو حفظ الفيديو كمقطع جديد. في السابق ما كان عندي خيار إنك إلا أنك تحفظه كمقطع جديد، لكن الآن تقدر تحفظه كفيديو تعديل على الفيديو الرئيسي. التغيير الرابع هو تغيير بسيط بس يمكن ما حد يلاحظه، أيقونة الساعة تغيرت. في السابق كان الديجيتال كراون أو العجلة الدائرية كان لونها أسود، الآن أصبح لونها أبيض. فالناس اللي مركزين كثير في أيقونة الساعة راح يلاحظون هذا الفرق. ايضا من التغييرات واللي اتوقع راح يستفيد منها عدد قليل من الناس، انه الان اصبح النظام الاي او اس يدعم اللي هو الدنجل. فعلى سبيل المثال مثلا لو كنت تدخل على حسابك بالبنك والبنك معطينك مثلا هذه الاداه اللي ما تقدر تفتح حسابك الا فيها، فلا مجرد انك تشبكها او تشتري الوصله اللي تدعم الايفون فراح تقدر انك انت تستخدمها عشان تفتح الحسابات المحميه على السفاري. ما أتوقع أحد يستخدمها الآن، لكن الآن دعموها للناس اللي يطمعون إلى سيكوريتي وأمان أكثر. في النهاية هذه 5 مميزات جديدة في نظام الـ iOS 13.3. طبعا صلحوا مشاكل كثيرة، مثل كانت في مشاكل في الأمان في الإير دروب، مشاكل في الإيميل كلها انحلت، وأيضا حسنوا من استهلاك البطارية. فأنصح أي أحد محدث إلى نظام الـ iOS 13 إنه يحدث إلى هذا الإصدار، وأنصح الكل أنهم يحدثون إلى نظام الـ iOS 13. واللي حاب يعرف أكثر عن مميزاته يسحب على فوق، راح يحصل فيديو تكلمت فيه عن أكثر من 140 ميزة جديدة في نظام الـ iOS 13. في النهاية هل أعجبكم طريقة أن أشرح بالسنابات، ولا تفضلون أني أشرح بنفس الطريقة اللي تعودتوا عليها في اليوتيوب وبعدين أنشره على السناب؟ هذا اللي حبيت أوضحه اليوم. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.